مسجل لواحد من الاهل واصحابه. السلام عليكم. في مكالمه تلقينا الان انه في نزول موجود في منطقه الحمراء قارب يحمل 56 نفر، والان احنا بننزل على اساس ان ننزل لهم السيارات والمسعفين وبعض المواد الغذائيه بنستقبلهم هناك ان شاء الله. دخلنا اثنين منكم، اثنين بس. عجيب يا عمر. يا سلام. قم. بسم الله بسم الله بسم الله. رز الحليب ليش ما تاكل؟ قبل تربس تربس الماء. هات بسرعة. نسال للكل طلعهم هنا يا طلعهم. معظمهم حفاه وما عندهم ملابس، وبالتالي الان بنوزع عليهم ويلكم باك كلهم بيلبسوا، وبعدين ناتي بالشاحنه وناخذهم الى المركز، مركز العبور. بيروحوا بيرتاحوا هناك فيه ساعتين ثلاث ساعات الى اربع ساعات، وبعد ما ياخذوا قسط من الراحه ويناموا لهم هناك ونعطيهم مشروبات ونعطيهم وجبه اكل ثاني، بعدين بنقلهم الى مركز استقبال الميفعه او احور. بعده افتح يا اخي، افتحوا والبسوا، افتحوا البسوا الاحذيه. مرك الدم بتورت هذا ويراتي نم بقو إيه هاستي أيو جحدي أيو علاش كحرتي أنا وصعدة وحلا عباية مال وحلا عناية مال مرك الدم بوحين أوكي نعاق أو بلوك إيه وأنتي سكستوسيد ولرو أكشن لعمل إيه سليت أيو كجستان والله إنك عو أنا ما خوناه سليت دي أنا عبنا دمان تين بق مركان سليت عبنا وحيك الدم بي أنا ماشي بس واجي في الجمعة الجمعة ده مرك الجاري wax maskax oo hay wax aan hay ma lahayn dhinaca u jeeftay dhinaca dhan bolas igana khala asalan ku soo kacay gabdhaheegane ay intaas dhameystay taafiyan lama dan printa jirti ha joogile allah sawal caafimaad qaba nabadayn wa alhamdulillah dib ma khabno wa caafimaad qaba